إذا ما أراد الإنسان أن هو يحافظ على مقوماته المالية ويحافظ على أسباب الرزق، فبيأخذ أيضا بالأسباب المعنوية أو الأسباب الإلهية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها، إضافة طبعا إلى الأسباب المادية التي أنتم تعلمونها من عمل وخلاف إلى آخره. من هذه الأمور اللي هو أن الإنسان سبحان الله بقدر الإمكان يعني يكون حياته قائمة على التقوى، مش حياته هو فقط، مش حياتك أنت كفرد، حياتك وحياة الأسرة من زوجة وأولاد، الأسرة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب يعني من 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 أوجه أصلا لم تخطر على باله بيأتيه منها ليه الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليس بركة واحدة، شوف الله سبحانه وتعالى جاء بكلمة بركات بالجمع، هذا يسمى بجمع المؤنث السالم، بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شريطة الإيمان والتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف التشبيه القرآن، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ده يعني كناية عن كثرة البركات وكثرة الخيرات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير من سماهم. وفي سورة الجن يقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني حينما يستقيم الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب الرزق من حيث لا يحتسب. ونشكر الله سبحانه وتعالى. أمر الثاني من ضمن الأمور التي الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الرزق، سواء كان رزق المعنوي أو الرزق المادي، أن نشكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمتن في حالة اسمها الامتنان، يعني بتحاول كده تجلس مع نفسك جلسة مراجعة وتنظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى، يعني بتقول كأن الله سبحانه وتعالى امتن عليك بكل هذه النعم. هذا بيؤدي بالإنسان إلى جلب المزيد من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. إياك أنك أنت تجلس في مرة من المرات وتشتكي، لأن موضوع الشكوى هذا يجر إليك الفقر من ناحية، وحذرك الله سبحانه وتعالى من هذا التشكي من ناحية أخرى، وكأنما تشتكي الخالق الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق. بالعكس، نحن مأمورون في القرآن الكريم أن تلهج ألسنتنا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، لئن شكرتم لا أزيدنكم. الشكر ده بيكون باللسان، يقول الحمد لله وتعدد نعم الله، ده أنا الحمد لله الحمد لله من الله سبحانه وتعالى علي بصلاة الفجر، ده رزق صح ولا لا؟ ده اسمه ده أهم من الرزق المادي، لأن ده اسمه الرزق الدائم، ده سيصحبك إلى الآخرة. من الله عليك مثلا وجيت إلى صلاة العشاء في المسجد، من الله سبحانه وتعالى عليك وجلست مثلا قرأت صفحة من القرآن، من الله سبحانه وتعالى عليك وتركت العمل الآن وجيت إلى صلاة الجمعة، ده رزق ولا لا؟ هذا رزق اسمه ده، وهذا يسمى بالرزق الدائم، لأن حتى الرزق المادي ده رزق منقطع ينقطع بموتك مهما كانت ممتلكاتك في الحياة، إنما الرزق الدائم ده هيمتد هيمشي معاك إلى القبر ويمشي معاك إلى الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ إلا من ثلاث، ويتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله. هيجي معاك الأهل والمال، المال الذي جمعته والعمل، يرجع اثنان ويبقى إيه؟ يبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معك العمل. فعملك هذا ده رزق من الله سبحانه وتعالى، ده كمان يسمى بالرزق الإيه؟ الرزق الدائم. فأنت حينما تشكر الله سبحانه وتعالى بتجلب لنفسك المزيد من نعم الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كفرتم معناها مش كفرتم بالله، وإنما كفرتم بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا كفر دون كفر كما يقول ابن تيمية، اسمه الكفر بنعم الله عز وجل. لئن كفرتم بنعم وجحدتم بها ولم تشكروني عليها إن عذابي لشديد. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت
لم يقل فكفرت بالله، إنما فكفرت بأنعم الله. فأنت لما تكفر بنعم الله أو بأنعم الله فيكون العقاب من الله سبحانه وتعالى، ولئن كفرتم من عذاب لا شديد. ولذلك دائما احرص على أن تكون من الشاكرين، سواء باللسان أو بالقلب، يكون قلبك أيضا فيه شكر ورضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ولا تكن ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه: وقليل من عبادي الايه الشكور. قليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون باللسان، انك انت تقول الحمد لله، واللسان حينما يقول الحمد لله بيترجم عما هو موجود في القلب، يبقى في اقرار بالقلب اولا من خلال الرضا والقناعه الى اخر هذه الامور. ما هو موجود في القلب يصدر عن اللسان، يترجم اللسان، وافعالك وجوارحك بتترجم هذا الشكر الى اعمال صالحه، الى حرص على طاعه الله سبحانه. لما ما تقولش الحمد لله وانت قلبك غير مقتنع بالكلمه، زي ما مثلا بعض الناس تساله عن حاله مثلا فيقول لك الحمد لله، وبعدين يبدا في الايه في التشك، والله كان عندي كذا كذا كذا، والله انا كذا كذا، وهكذا. الاول بس يقول الحمد لله كانه يعني يغلب بقى الموضوع، وبعد كده يبدا في موضوع التسخط والتشكي. انما الحمد لله لابد ان تكون يعني نتيجه قناعه قلبيه. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. لما تقول الحمد لله هذه الكلمة وحدها بتملأ ميزان حسناتك. كيف؟ لأنك أنت لما بتقولها يعني كأنك بتحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أعطاك. وفي تكملة الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. شوف الله سبحانه وتعالى يملأ لك ما بين السماء والأرض حسنات بسبب أنك أنت تقول الحمد لله، بس مش مجرد كلمة تقولها باللسان، وإنما تعبر كما قلت عن قناعة قلبية. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. بمجرد ما تأكل وتقول الحمد لله أو تشرب وتقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. شوف حتى نعمة الحمد ونعمة الشكر يعني بتجلب لك المزيد من النعم، وتجعل الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يملأ ميزان حسناتك بسبب حمده وبسبب شكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين، كما سأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. وأختم بالحديث الذي بدأت به: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت.